مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. في مقطع سابق قمنا بعمل ترقيل هوائي لشجرة الليمون، ألا وهي هذه الشجرة. بعد مرور 3 أشهر تم ظهور جذور حول الساق بشكل جيد، والآن نقوم بفصلها وفطمها من الأم. وضعها في صيص مملوء بالجذور. يفضل أن يكون الأصيص بالكمبوست. نضغط عليه بشكل جيد ومن ثم نقوم بتقليل الأغصان والأوراق لمنع تبخر الماء من الشجرة وللاحتفاظ برطوبتها. تبخر الماء يؤدي إلى جفاف ثم إلى موت الشجرة. ومن ثم وضعها في محمية إن أمكن ذلك حتى تستقوي الشجرة لمدة 2 أسبوع تقريبا، ومن ثم نقوم بغرسها في أرض مستديمة في مكان مناسب. وهذه هي المحمية لحمايتها من العوامل الجوية، من البرد والهواء ومن الآفات. نسقيها بين فترة أخرى. هذا كل ما لدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.